يعني الهدف هو إما أن يكون سياسيا من أجل بعض التوافقات السياسية مثلا، وإما أن يكون انهزاميا. نعم يعني مع الأسف في العهود الأخيرة سادت حالة في بعض أوساط الشيعة، ولا أقول جميعهم، يعني حالة الانهزام أمام الغير، أمام المخالف، يريد أن يكيف ما لديه سواء في تراثه، في عقيدته، في منطقه، حتى في هندامه وشكله، يريد أن يكيفه مع الغير. ولهذا السبب يجدون مثلا مطاعن البحار أو الكتب البرائية التي تركز على محور البراءة من أعداء وقتلة أهل البيت عليهم السلام، يجدونها عثرة أمام مشاريعهم في التماهي مع الطوائف الأخرى، ولهذا يحجرون عليها ويمنعون الناس من هذا النور ومن كلام آل محمد عليهم السلام. فعلى أي حال، ولهذا أقول أنه نحن في صراع مع هذه الأطراف التي تحاول أن تطمس الحق، لأن البراءة حق، ولا بد ومن حق الأمة أن تعرف موقف أئمتها عليهم السلام من أمثال هذه الشخصيات، أبو بكر، عمر، عائشة، ومن أشبه. من حق الأمة أن تعرف. لماذا نحرم الأمة من أن تسمع كلام الأئمة عليهم السلام تجاه هؤلاء؟